السلام عليكم ورحمة الله. أنا الليلة معكم دكتورة نجلاء بشير من Psychiatry Department كلية الطب جامعة الخرطوم MPPS Master of Public Health and Tropical Diseases. هقدم لكم التوبيك of How to Conduct a Literature Search. بس قبل ما نبدأ لازم نتفق إنه Literature Search دي هي أهم point قبل ما الزول to initiate a research project, لأنه if you don't conduct a good literature search ما حتقدر to end up with a good research project. فالفيديو ده designed عشان نقدم لكم a step-by-step guide of a practical how to conduct a literature search. فيلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. قبل ما نبدأ نحن لازم نعرف what is a literature search أساساً هشنو. A literature search is a systematic and thorough search of all types of published literature to identify a good quality references relevant to a specific topic. يعني أول حاجة لازم نركز على إن هي حاجة systematic, يعني ما حاجة إنه أنا بفتح مثلا بس جوجل وأكتب التايتل اللي أنا عايز أعمل فيه هو الريسيرش بروجكت حقتي. لازم تكون حاجة بطريقة منظمة ومرتبة. طيب الimportance بتاعت الحكاية دي شنو أساسا؟ إنه أي success of your research project is dependent totally على review of academic literature. والحاجة الثانية إنه getting the literature search right will save hours of time, لأنه الناس اللي بتكون قبل كده اشتغلت literature search عارف إنه الحكاية دي consuming بيات وطريقة إنه أنت بتفتح جوجل وتكتب وتفتش وتفتح كل بيج براها وما تفتح ليك وكده. فإنت عشان تختصر الزمن you have to conduct it in a systematic scientific way. طيب ليه أساسا نحن بنعمل literature search؟ يعني الفائدة شنو من الحكاية دي؟ أول حاجة you have to review the existing critical opinions and theories. You have to identify a current research findings on a topic. يعني أنت ما ممكن تمشي تعيد لك research يتعمل قبل 10 سنين مثلا, ما هو already وصل لي findings معينة, أنت you have to carry on من الفايندينجز دي لقدام. طيب إذا أنت ما عملت a good research search حيكون عندك gap, أنت ما حتكون عارف الناس دي وصلت لوين عشان أنت تبدأ منها. فبالتالي أنت ممكن تعمل لك مجهود رهيب شديد لكن في حاجة already اتعملت. فyou have to identify the current research findings قبل ما تبدأ في topic حقتك. الحاجة الثالثة you have to identify a potential research method or models you could use. يعني بالعربي كده إنه أنا قبل ما أبدأ في ال research حقي لازم أكون متصورة أنا حعملها بياتو research methodology صح؟ لكن الحكاية دي بتجي by practice وبتجي by experience. فإنت unless تشوف الناس دي اشتغلت التوبيك الفلاني ده بياتو طريقة من الطرق إنت ما حتقدر تتصور إنت التوبيك حقك ده مفروض تشتغله كيف. الحاجة الرابعة having carried out research enabling comparison with your own research findings. طبعا النقطة دي مهمة شديد لما تجي بعدين تكتب الدسكشن حقك, سواء كانت published paper انت عايز تعملها ولا كان حتى thesis انت عايز تقدمه ولا whatever, لانه الدسكشن mainly بيعتمد انه انت تقارن الريزولتس اللي انت وصلت لها مع الريزولتس بتاعت الناس التانين اللي وصلوا لها. فانت كيف حتعرف الريزولتس التانية الناس وصلوا لها اذا انت you haven't conduct a good literature search. بس دي نحن متفقين انه نحن لازم نعمل a good literature search. أول حاجة to identify الناس وصلت وين وأنا هعملها بياتو methodology, والحاجة الثالثة عشان بعدين في discussion to compare the results حقتي دي مع الناس التانين اللي وصلوا لها قبالي. طيب نحن عشان نبسط الحكاية وما يبقى عندها شكل كده صعب شديد, هي عبارة عن steps and stages. ال steps وال stages دي زول مشابهة بالطريقة دي حيكون very easy وحتبقى very يعني ال limited time إنه أنت تعمل فيها to conduct a literature search. الحاجة الأولى ال background reading and preparation, والثانية you have to work in your title, والثالثة you have to use a search techniques, والرابعة you have to identify where you are going to search, والحاجة الخامسة بتلم الريزلتس حقتك اللي وصلت لهم ديل مع بعض. طيب دي الستيجز نحن هسي قلناها عناوين حنمشي فيها ستيب باي ستيب عشان في النهاية لما نجي تسمى بالحكاية دي هتلقوا روحكم عرفتوا انه كل واحدة من ديل بتتعامل كيف. يلا بسم الله نبدأ بالأولى اللي هي الباكراوند ريدنج اند بريبريشن.
في الباك جراوند هي عبارة بس عن overview of the topic. يعني انت مثلا الليلة ما ممكن تمشي تشتغل لك في topic انت you don't know اساسا الترمينولوجي اليوز في topic دي شنو. مثلا for example اذا انا عايز اشتغل في topic بتاع stroke انا لازم اكون عارفة انه في terminology اسمها stroke, في terminology اسمها cerebrovascular accident. يعني الترمينولوجي دي بتفرق, فانت you have to read at least a background عن الحكاية دي. عايز تقرا وين في الباك جراوند دي امشي اقرا في اي حته بتعجبك, التكست بوك ولا انسايكلوبيديا ولا يو جست جوجل ات في النت, وات ايفر انت عملت طريقه. المهم انت يو هاف تو جراسب ان اوفر فيو اوف ذا توبيك. تمام. طيب الحاجه الثانيه, خلاص انا بقى عندي باك جراوند عن الموضوع ده, عايزه تو ورك اون ماي تايتل. بعد ده وركين اون ماي تايتل أبسط طريقة إنك تبدأ بها you have to identify a terms عشان تستخدمه في التايتل حقتك دي. الموضوع ده ما محتاج منك إلا زمن, بس زمن to think about the wording you are considering for the draft title of your research. يعني باختصار أنا الليل عايز أعمل stroke, طيب stroke among منو؟ مثلا among the hypertensive patients. طيب اللي هم عندهم شنو مثلا؟ اللي كانوا بياخدوا مثلا anti hypertensive treatment, اللي هو أنا عايز أصلا شنو مثلا؟ إنه أنا to prevent another stroke. دي أنا ده الدرافت بتاع التايتل حقي. فهسي أنا بس بتفكير بسيط I identify a terms that I need to work in. خلاص؟ طيب في ال identification of such a terms قاموا الناس أساسا بيشتغلوا research كتير وكده, قالوا نحن لازم نوحد الحكاية دي. يعني ما أي زول يقوم يشوف له terms براه ويجيبه ويخدها وكده. فقاموا اخترعوا حاجة اسمها strategies for searching, اللي هي دي عبارة عن شنو؟ إنه التايتل حقك ده ذاته أنت بتقسمه لكمبوننت معينة, فمنها البيكو ميثود, منها الإكليبس, منها في المهم طرق كثيرة. نحن اللي بتهمنا at this level is the بيكو ميثود. طيب هي البيكو دي ذات شنو؟ والاستراتيجي هي ذات شنو؟ طيب البيكو ميثود is that you break down the search into components. خلاص. طيب البي اللي عندنا دي عبارة عن البيشنت ولا البوبوليشن ولا البروبلم, اللي هي any characteristics that define your patient or population. يعني مثلا تتكلم لك عن target clinical condition hypertension مثلا ولا stroke ولا تتكلم عن depression ولا تتكلم عن whatever كانت, دي عبارة عن characteristics that define the population حقتك دي. طيب الاي اللي هي عبارة عن intervention ولا exposure, دي انت هنا بتحدد يا اما form of treatment ولا diagnostic test ولا educational program ولا whatever. المهم ده الفاكتر اللي انت عايز تستدي تشوف الافكت حقه شنو في النهاية. خلاص. طيب السي is a comparison or a control group. يعني مثلا انا عايز اقارن دوائين مع بعض, الدواء A والدواء B. الدواء B ده هو الكنترول حقي صح, والدواء A ده هو اللي أنا عايز يادوب a newly discovered مثلا ولا a newly invented, عايز يادوب أشوف الإفكت حقه. فالتاني ده بيكون هو الكمبارزن جروب حقتي, اللي هو عادة إذا نحنا ما عندنا بنقوم بنخليها no treatment أو placebo, or يعني بيكون في control اللي هو غالبا بيكون البلاسيبو عندنا. طيب آخر حاجة اللي هي ال O اللي هي دي ال outcomes حقتك, النتيجة النهائية اللي انت وصلت لها بعد ال research دي شنو؟ Is it a prevention ولا side effect بتاع الدواء ولا quality of life ولا whatever. تمام. طيب نحن لسه حنمشي في الموضوع ده شوية. يعني مثلا نرجع تاني, عندنا example, عندنا title, منه حنقوم نشتغل البيكو دي عشان نحن نوريكم انه بالضبط نحن بنطلع كيف. طيب الexample حقنا in people with a prior history of stroke is blood pressure reduction more effective than no treatment in preventing future stroke events. ده التايتل, يعني ده زول قاعد فكر في التوب في التايتل ده. طيب اذا نحن هسه جينا عايزين نطلع منه البيكو, قلنا البي دي عباره عن البوبوليشن, فهو هنا اكيوت ستروك صح, لانه الكاركترستيك الديفايند البوبوليشن حقتك هي الاكيوت ستروك صح. طيب الاي حقتي الانترفنشن اللي انا دخلتها اللي هي blood pressure reduction, اللي هي في التايتل قاعده وين يا حندي, is blood pressure reduction more effective, معناته ده الانترفنشن اللي انا عايز اشتغله. طيب الكومباريزن جروب حقي هنا في التايتل دمنه no treatment, لانه قال لك بس blood pressure reduction more effective than
no treatment أو placebo whatever. المهم إنه أنا comparison group حقتي عرفتها شنو. الكومبوننت الرابع هي الاو الاوتكم حقي انا من البلود بريشر ريدكشن في البيشنت اللي كان عندهم اكوت ستروك شنو عباره عن بريفنتنج فيوتشر ستروك ايفنت اللي هي اسمها سيكندري بريفنشن صح. طيب فهسه انا التايتل حقي ده بقى فيه شنو الفور كومبوننت بتاعه السيرش استراتيجي انه انا قدرت اطلع منه الفور كومبوننت ديلا. طيب نرجع تاني للسلايد دي ايوه اللي هي الاستراتيجيز. طيب ما كل الريسيرشز بينطبق عليها الفور كومبوننتس دي فقاموا عملوا استراتيجيز تانيين اللي هي مثلا زي الكلبس ميثود دي اللي هي طبعا بنستخدمها دائما في الريسيرش بوليسيز والحاجات زي دي يعني مينلي ما في الكلينيكال اوتكمز. البيكو دي حقت الايفيدنس بيز ميديسن اكتر شيء اللي هي دي اكتر توبيك الكلينيشنز بيستخدموها الابيكوت والبيكودر والبيستول وديلا ديل كلهم سيرش استراتيجيز نحن خاتينهم هنا بس للزول الانترستد ممكن اللي قدام مش يقرأ فيهم لكن احنا ميلي الكونسيرن حقنا هي البيكو. فيو هاف تو ماستر هاو تو ديفاين البيكو من التايتل فدايما ريممبر الاكزامبل ده وانه نحن هاو وي ايدنتيفايد البيكو حقتنا فدي دي ستيب 1 في ان وركينج ان يور تايتلز. طيب دايما لما تاخذت البيكو حقتك دي في حاجات يو هاف تو ريممبر مثلا عندنا ساينانمز مثلا انا ممكن استخدم التيرم بتاع young people او ممكن استخدم التيرم بتاع adolescent خلاص ديل انت لازم بجنبه تكتب الكلام ده او the differences in european and american terminologies مثلا الاكسيدنت والامرجنسي في الامريكان نحن بنسميها الامرجنسي روم صح فانت you have to keep in mind الحكايه دي differences in spelling مثلا كلمه anemia anemia ممكن تتكتب ب ae وممكن تتكتب ب e بس. طيب الـ old and new terminology زي الـ down syndrome زمان كان اسمه mongolism فهسه إذا أنا عايزة to conduct a literature search في حاجة ليه علاقة بالـ down syndrome إنه الـ evolution حق الحكاية دي فأنا محتاجة أرجع لـ literature قديمة صح لكن أنا ما حلقاهم كاتبينها down syndrome حلقاها كاتبينها mongolism. طيب lay and medical terminology بنفس الطريقة الـ stroke دي lay terminology الـ medical حقتها cerebral vascular accident صح. عندنا الأكرونيمز اللي هي الاختصارات الطبية المتعارف عليها مثلا زي الأيدز اللي هي الأكوايرد إميونو ديفيشنسي سيندروم صح. فيو هاف تو كيب إن مايند أنت لما تجي تكتب البيكو حقتك دي تاخد في الاعتبار كل الحاجات دي ليه؟ لأنه أنت أساسا whatever search engine أنت كان يو يوز هو عبارة عن كمبيوتر بروجرام أساسا فأنلس كتبت الحاجة زي ما ياها ما حيجي يعني هو ما حيقعد يفكر إنه أنت قاصد شنو عشان يطلع لك بيكتب لك بيطلع لك الحاجة بس اللي أنت كاتبة دي. طيب عندنا حاجة تانية مفروض نتعرف عليها الليلة إن شاء الله اسمها المشترمز أو اللي هي الميديكال سبجكت هيدينجز. طيب نرجع تاني للسلايد بتاعت البيكو دي أنا هسي خلاص عرفت من التايتل حقي إنه أنا عندي الكونسبت الأولى أكوت ستروك الكونسبت الثانية بلود بريشر ريدكشن الكونسبت الثالثة no treatment والكونسبت الرابع secondary prevention وأنا ردي إنه أنا أفتش لكن السؤال حيبقى إنه أنا لما أجي أفتش وأكتب للكمبيوتر ده فتش لي عن الأكوت ستروك هل حيمشي يفتش لي عن cerebral vascular accident ولا ما حيفتش لي عنه خلاص blood pressure reduction هي حيفتش لي عنها بالترمينولوجي ده ولا في ترمينولوجي تاني أنا برضو مفروض أمشي أستخدمه. فقاموا الناس قعدت فكرت في الحكاية دي قالوا يحلوها بالحكاية اللي اسمها مشتمز عادة دي بتستخدمها databases اللي هي إنه هم بيقعدوا مع بعض بيقولوا والله نحنا مثلا كلمة stroke دي أي زول بيفتش لك عن كلمة stroke أديه الريزولتس بتاعت cerebrovascular accident خلاص فليقوا إنه في كلمة هتكون هي مستخدمة أكتر من باقي synonyms حقة الموضوع ده فهي دي سموها المش اللي هي الشبكة المش دي ما معناها الشبكة في جزء بعد ذاك بيتفرع منه باقي الحاجات. طيب انتوا لو لاحظتوا دايما بيكون في اي بيبر بيكون في تحت الابستراكت بيكون عادة في كيورد اللي هو بيكون الاوثر ذاته محددة انه والله اي زول يا بوب ميد لو سمحت فتش ليك عن الاكيوت ستروك والبلود بريشر ريدكشن اديه البيبر حقتي دي صح. الكيورد دي دايما هي المش تيرمز حقتنا. هنا عندنا الاستودي دي for example knowledge awareness and practice towards malaria in communities of rural semi rural and bordering areas of east delhi في انديا. هو اساسا الاوثر براهم حدد لك انه اذا كتبت east delhi ولا كاب اللي هي كاب ستديز
ولا malaria incidents ولا social economic conditions ولا treatment practices هتقوم حتجيك الارتكل حقته دي. فدي الفكرة بتاعة المشترمز، إنه الناس دي أساساً بتسهل عليك إنها هي بتوريك أنت المفروض تفتش عن الحكاية دي كيف. طيب المشترمز نحن very easy ممكن نطلعها مثلاً في PubMed، نحن بعدين حنتعرف في النهاية على الفرق بين PubMed وGoogle Scholars والحياة زي دي. طيب في PubMed دي الواجهة بتكون حق PubMed دائماً لما أنت تكتبه وكده، بتقوم بتلقى فيه links كتيرة. نحن البتهمنا هي المش داتابيز، يعني انتم متخيلين انه الكيوردز دي مهمة لدرجة انهم هم عاملين ليها داتابيز وكده. بتقوم انت بس easily you click في المش داتابيز حقتك دي، بتقوم بتلاحظ انه دي هتتغير معك من PubMed هتبقى مش تيرمز. انت لازم قبل طيب بتقوم بتفتح معك الصفحة بتاعت المش تيرمز، قلنا بس لازم تتأكد انه الحتة دي اتغيرت، لانه هي المفروض اساسا بتكون طوال انت شغال بـ PubMed دي، لكن انت لازم تكون متأكد انها خلاص بعدت قلبت لك لمش تيرمز. بعد ما تعمل المش تيرمز very easy بعد ده you type اي حاجة انت عايز تفتشها. مثلا for example نحن عايزين نفتش عن، انا عايز اعرف هل انا اكتبه stroke ولا اكتبه مثلا cerebrovascular accident. هقوم اكتب stroke. يلا هو اساسا بيريحك بيجيب لك اختيارات acute stroke, strokes, anterior cerebral artery ما عارف شنو. فانت بس خلينا على الستروك حقتنا دي ونقول له يلا اديني المش حقت الستروك اللي بتديني اكتر ريزلتس. دائما المش تيرم حقتك بتكون هي القاعده نمبر 1 دي، وبتكون هي دائما بلو كده وبولد وكلام زي ده، لانه لو نزلت لتحت حتقوم حيجيك مثلا زي دي، انه اذا كتبت كلمه انفاكشن ولا سيربرال ارتري ولا برين ستيم انفاكشنز دي كلها ممكن تكون مع الستروك، لكن still stroke دي لو كتبتها هي اللي بتطلع لك كل الريزلت الباقين ديل خلاص. فعشان كده هي الستروك في حالتنا دي حتكون هي المش تيرمز، ما حتكون السيربرفاسكولار اكسيدنت، لانه لو عملناها بالعكس مثلا عملنا السيربرو فاسكولار اكسيدنت مثلا اللي هي دي acute دي مثلا، هتشوف انه المش تيرم حيتغير معك، ما حتجيك انه هي سيربرفاسكولار اكسيدنت، حتجيك انه برضو انت لو عايز تفتش عن الاكيوت سيربرفاسكولار اكسيدنت لازم تكتب ستروك، لانه هي دي المش تيرمز الاكثر ناس بيستخدموها. افتكر انه كده المش تيرمز بقت واضحه انه هاو تو لوك فور المش تيرمز في البوبمنت وكيف تو ايدنتيفاي المش تيرمز حقتك. طيب نرجع تاني، انتهينا هسي من المش تيرمز. طيب هسي مثلا نحن في الاكزامبل قبل قلنا ونرجع نذكركم به تاني، اللي هو انا عايز افتش in people with a prior history of stroke is blood pressure reduction more effective than no treatment preventing future stroke events. طلعنا البيكو acute stroke، لما نفتشنا الacute stroke في المش تيرمز طلعت ياها acute stroke، فانا باخدتها زي ما ياها. لكن كل الالترناتيفز قبل اللي تكلمنا عنه مع synonyms، وانو نحن we care about إذا كان في spelling mistakes، إذا كان في spelling differences، بقوم بكتبها as alternatives للمش حقتي الكبيرة. ال blood pressure reduction هي في المش terms لما we looked for طلعت هي نفسها blood pressure reductions، لكن ال alternatives حقتها مثلا طلعت anti-hypertensive agents or hypertension drug therapy diuretics atenolol lowering blood pressure، دي كلها طلعت alternatives للمش دي. المش الثاني طلعت no treatment والalternatives حقتنا placebo. السecondary prevention دي المش terms عندنا alternatives لها اللي هي secondary prophylaxis reduce mortality or risk reduction. طيب بعد ما نحن حددنا خلاص اللي هي قلنا دي هنا how to work with شنو with your titles، قلنا identify a search terms بحاجتين، انه انت you have to identify the strategy حقتك البيكو، بعد ده كله واحدة من البيكو ديل بتمشي تفتش لها شنو المش تيرمز حقتها والالترناتيفز وكده. بعد ما انت طلعتهم خلاص، بعد ده انت هاو تو لينك البيكوز ديل مع بعض، يعني انت كيف حتربط كلمة بي مع كلمة اي مع كلمة مع السي مع الاو، فدي اسمها السيرت تكنيكس. طيب مبدئيا كده نحن نتفق على حاجة، انه السيرت تكنيكس لازم نحن نستخدم الادفانس سيرت بعد ده،
حكاية إنه تستخدم السنجل بوكس دي، إنه بس تكتب فيه يو تايب كل الحياة اللي أنت عايزة هو يجيب لك النتيجة دي، نحن بعد ده المفروض نتخطاها ونمشي للأدفانس سيرج. تمام؟ طيب في حاجات لازم نتعرف عليها قبل ما نعمل الامبليمنتيشن حقنا. عندنا مثلا حاجة اسمها البوليان سيرج اوبريتورز، البوليان اللي هم and or and not. طيب نرجع للرياضيات الزمان ديكا، انه مثلا عندنا الاند اوبريتورز اللي هو مثلا عندي هيب فراكشر، اذا انا كتبت في السيرج هيب حتجيب لي اي ارتكل فيها كلمة هيب، واذا كتبت له كلمة فراكشر هيقوم يجيب لي اي ارتكل فيها فراكشر، ما ضروري فراكشر بتاع هيب، ممكن يكون فراكشر بتاع هيومرس، ممكن يكون فراكشر بتاع سكال. لكن اذا انا عايزه هيب فراكشر يعني عايزه اقول له لو سمحت تجيب لي بس الارتكلز اللي فيها الهيب وفراكشر، اللي هي الحته دي الانترسكشن دي، بقوم انا بستخدم فيها واحده من الاوبريتورز اسمها اند. دائما الاند دي شنو؟ to narrow your research، لازم تقلل فيها الـ search options حقتك. طيب دي هنا إذا نحن عملناها more complex دخلنا hip و fracture و elderly، يعني أنا قلت له أديني بس الـ articles اللي فيها كلمة hip مع كلمة fracture في الـ elderly، دي كمان to narrow your search more and more. طيب إذا أنا عايزة to broaden الـ search حقي، عايز أقول له والله أي زول كاتب في الارتيكل حقته كلمة رينول أديني له، وأي زول كاتب كلمة كيدنيز أديني له، هيقوم نستخدم الأوبريتورز of or. أنا هنا to broaden the search حقي عشان أقدر أتحصل على أكبر كمية من الارتيكلز اللي علاقة بالحكاية حقتي دي. آخر operators عندي اللي هي not. not دي اللي هي شنو؟ برضو to narrow your search لكن by exclusion، أنت هنا بتعمل excluding لحاجات معينة. يعني أنا هنا عايز أفتش عن الارتيكلز اللي بتتكلم عن المينينجايتس، دي طبعا دي كل الارتيكل بتتكلم عن المينينجايتس، وذر إنها هي بكتيريال ولا فيرال ولا تيوبركلوس ولا whatever، دي هنا بتتكلم لك عن كل الارتيكل اللي فيها كلمة فيرال. لكن أنا عايز أقول له جيب لي بس الارتيكلز اللي فيها مينينجايتس لكن ما الفيرال، يعني ممكن تكون بكتيريال، ممكن تكون تيوبركلوس، whatever كانت. فنوت دي بتستفيد انه انت بتلغي لك اي حاجة انت ما عايزه في السيرج حقك. طيب ده هنا to make الموضوع ده more complex شوية، مثلا في example انا عايز اقول له فتش لي في افريكا لكن عن ال HIV or tuberculosis، فهو هنا actually the results جاتني هتكون بس محصورة في الحتة دي اللي هي الحاجات اللي في افريكا و HIV or tuberculosis. فدي دائما انت how you think قبل ما تدخل الـ operators حقتك ديلا، لازم تفهم بالضبط انت عايز to broaden الحكاية دي ولا عايزة to get more narrow and narrow. طيب بعد انا ما فهمت الـ operators دي، انا عندي حاجة اسمها phrase searching، مثلا for example management capacity ولا زي جبال hip و fracture. اذا انت كتبت له hip and fracture هو حيجيب لك أي article فيها الكلمتين ديل، لكن ما ضروري مع بعض، ما ضروري hip fracture، يعني ممكن يكون hip فوق مثلا hip dislocation وتحت humerus fracture، ما إلا الاثنين مع بعض. لكن لما أنا عايزاهم لا، عايزة hip fracture، فدي اسمها phrase searching، بقوم بخدتها between the parentheses ديلة، مثلا زي دي management capacity، أنا عايزة يفتش لي عن management capacity، ما عايزة يفتش لي عن management براها وcapacity براها. طيب عندنا حاجة اسمها limiters اللي هي دي برضو to narrow your search more and more، you can limit by date بتاع publication، مثلا أنا عايزة والله to look for آخر 5 years، أو مثلا by gender، أنا عايزة الارتيكل اللي بتتكلم عن acute stroke among female مثلا فقط، ما عايزة أشوف الارتيكلز بتاعت المين، أو by language مثلا، أنا ما عايزة أجيب لي الارتيكلز المكتوبة باللغة اليونانية ولا whatever، عايزة بس بالإنجليزي، أو مثلاً عايزة abstract بس ما عايزة full text، دي بمزاجي يعني. طيب نجي لحاجة رابعة في search techniques اللي هي اسمها truncation أو word endings، اللي هي مثلاً كيف انتوا ما تنسوا انه بتتعاملوا مع computers اللي هي حاجة very concrete، انت كتبت لها hospital management حتجيب لك الحاجات اللي هي الهوسبيتال مانجمنت، لكن ما حتجيب لك هوسبيتال مانجرز مثلا، هي ما حتقعد تفكر لك انه انت محتاج دي ولا دي. طيب عشان نحل الحكايه دي
قامت البوب ميد ولا الابيسكو ولا كده قالوا خلاص في حاجة اسمها word endings اللي هي نحن هنعتبر كلمة manage دي الترنك حقتك. بعد ده whatever endings انت دائرة هي جيب لك بنقوم بنستخدم فيها علامة الاستريك دي, وفي مرات بنستخدم فيها علامة question mark. المهم whatever انت بس بتكتب كلمة hospital manage وتختلوا الاستريك, هو معناته هنا بيفهم انه يجيب لك اي article فيها hospital management, فيها hospital مثلا managerial, فيها hospital managers, فيها اي حاجة لها علاقة بكلمة manage دي وحيجيب لك. طيب عندنا حاجة أخيرة اسمها الوايلد كارد اللي هو مثلا أنا عايزة أفتش حاجة كده among الومن مثلا among الومن مثلا الومن ممكن تكون ومن واحدة وممكن تكون ومن البلورال حقها, فإنت بدل ما تكتب له ومن or women عشان تقول له فتشهم ليه الاثنين بس بتقوم بتخط مكان الحرف ده اللي هي question mark دي, بعد ده بيفهم إنه عليك الله فتش لي woman or women بنفس الطريقة. الكلمات اللي فيها الحروف بتتغير في الspelling زي كلمة behavior مثلا ممكن تكون you ممكن تكون without you, فانت بتقوم مكان الحرف اللي فيه الاشكال ده بتخد question mark, بعد ذاك هو بيفهم الحكاية دي انه فتش لي عليك الله كده ولا كده. طيب نرجع تاني assert techniques mainly عندنا الفايف ديلة اللي هم الoperators البوليان operators and or and not, عندنا الفريز سيرجينج الكلمتين اللي انا عايزاهم جنب بعض دائما في اي حته, الليميترز عندي الترانكيشن وعندي الوايلد كارد. طيب انا لما اعمل الحكايه دي ده المفروض يكون الاند ريزلت حقتي اسمها سيرج كونستراكشن اللي هي الكويشن حقي. مثلا ده سؤال ثاني بتاع ريسيرش كويشن از اسبرين افكتيف ان بريفنتينج ا فيوتشر هارت اتاك ان ذا ايلدرلي, ده كونسبت 1 اسبرين, concept 2 prevention, concept 3 heart attack, concept 4 elderly. قمنا هنا مشينا فتحنا المش تيرمز وطلعنا الالترناتيفز وراعينا فيها الحاجات فخدتنا aspirin او aspirin وخدتنا طبعا العلامه بتاعت الدولار مارك دي برضو ممكن عشان الword endings يعني هو بعدك على حسب الداتابيز اللي انت شغال فيها ولا search engine, فممكن نستخدمها هنا عشان تجيب لي aspirin ولا aspirins مثلا أو platelet aggregation inhibitor أو inhibitors. خلاص دي كلها طلعت لي في المش وفي السينانمس بتاعت الأسبرين. طيب حربط أسبرين مع platelet aggregation inhibitors بأور صح, لأنه أنا عايزة to broaden search حقي عايزة يفتش لي عندي أو دي. طيب concept 2 اللي هي prevention طلعت لي prevention و control وكده, برضو أنا حربط between ديل concept الاثنين ديل بأور صح, لكن لما أجي أقول له فتش لي عن الأسبرين مع البريفنشن هقوم أربطهم بأند, لأنه أنا عايزة الأرتيكل اللي فيها الأسبرين مع البريفنشن مع الهارت أتاك مع الألدرلي. يعني وضحت الفكرة إنه أنا دايما بخدت البيكو حقتي فوق, ده نفس الإكزامبل اللي قبل رجعنا له تاني إنه الحرف الواحد من البيكو دي أنا بربطهم بأور في الاي في الانترفيشن حقتي بربط كل الحاجات دي بأور, في السي بربطها بأور, في الاو بربطها بأور, لكن لما اربط الحروف بتاعت البي كو دي مع بعض بربطها باند هقول له اكوت ستروك اند بلود بريشر ريدكشن اند تريتمنت اند سيكندري بريفنشن. تمام طيب الفكره في النهايه انه اي زول المفروض قبل ما تكوندكت ليتريتشر سيرش لازم يكون عنده سيرش بلانينج فورم اللي هو فيها السيرش started 200 وcompleted 200. هنا بتكتب التوبك حقتك, هنا you phrase الresearch question حقتك بالطريقة اللي احنا قلناها. قلنا دائما لما تكتب الquestion حقتك بتعمل لها fragmentation للelements حقتك على حسب البيكو او على حسب اي search strategy انت استخدمتها, بتطلعها قلنا بالmish terms تاني وبقينا بنعرف كيف نفتح الpubmed ونطلع المش terms. الالترناتيفز دي انت what you think انه ممكن تكون alternatives, قلنا بنربط ديلة بأور وبنربط ديلة مع بعض بأند. طيب السيرش ليميترز انت بعد ده بتحدد عايزة الستدي تايب حقتك تكون والله مثلا ميتا اناليسيس فور اكزامبل ولا عايزة كوهرت ولا whatever, الايج رينج عايزاها في adult ولا في pediatrics ولا whatever, publication date last 5 years, language others. الليميترز ديلا هنعرف بعدين ان شاء الله كيف بذاتهم بنطلعهم من السيرش انجن ولا الداتابيز حقتنا. طيب
أنا بعد ما I completed the search form حقتي حأمشي أفتش وين ده السؤال. ما هسي أنا بقيت عارف التايتل حقتي وعارف التيرمز حقتي وطلعت المش طلعت البيك وعملت حاجاتي كلها، همشي أفتش وين. أفتش وين دي، بس قبل ما نبدأ في definitions كده لازم نعرفه بعد ذاك نمشي. عندنا مثلا حاجة اسمها gateway. ال gateway دي عبارة عن library gateways اللي هي بتكون فيها الحاجات كلها recommended by specialist ومرتبة. عندنا مثلا زي WHO ال A to Z health topics list مثلا، دي زي المواقع زي دي اللي اسمها health line، دي بتلقى topics ذات بتاعت اللي انت بتفتش عنها دي مرتبة from A to Z، لكن ما بتفتش لك عن article per se. ده الفريق. طيب عندنا بعد ذاك حاجة اسمها search engine. search engine دي لهم software system زي جوجل، زي جوجل سكولر، زي ياهو، المواقع زي دي. هم ديلا انت بتكتب وهم بيفتشوا لك، لكن هم ذاتهم المعلومات دي ما عندهم، يعني هي ما قاعدة عندهم، هي قاعدة في حتة تانية. مثلا ده جوجل هنا، نحن بنفتش عن هناري مثلا for example، فبتلقى بيديك الموقع وبيديك كل السكشنز حقته دي، فميزة السيرج انجن. طيب دي جوجل سكولر شكله بيكون عامل كده بالطريقة دي وتمشي بتفتش فيه. دي هنا بنفس الطريقة، إنه لما تجي تفتش في جوجل سكولر مثلا، دي جوجل سكولر دي الفورمات، بعد ذاك حنجيها تاني. آخر حاجة اللي هي more specialized اللي هي databases. databases دي يلا دي المواقع الأساسا بيكون فيها المعلومات والarticles وكده قاعدة حقتهم هم ذاتهم، اللي هي أشهرهم طبعا PubMed والScopus وكلام زي دي. يلا فكرة الداتابيزز ديلا إنهم هم فيهم المعلومات، فأي زول محتاج يعمل ريفيو ولا محتاج يعمل ميتا أناليسز ولا كلام زي ده، we have to come across the database ديلا. يعني أنت ما ينفع تمشي تكتب كلامك ده في السيرج انجن وتقول والله أنا طلع علي مثلا 500 article and I have reviewed them. لا، لازم تتحاسب بالداتابيزز، إنه أنت دخلت في PubMed، دخلت في Cochrane database، دخلت في منو وطلع عليك كم article and you have reviewed them. طيب دي شكل PubMed تاني اللي هو قلنا إنه هو عبارة عن database وهو more specialized than الحكاية دي. فهسي نحنا ممكن نفتش في gateways، ممكن نفتش تاني في search engine، ممكن نفتش في ال databases. طيب هل أنا ممكن أفتش في حتات تانية؟ yes. مثلا في topics بتكون very hard إنه أنت to look for randomly كده بالطريقة دي، ففي حاجة اسمها searching the reference list، وفي حاجة اسمها hand searching relevant journals، وفي حاجة اسمها other searching. اللي هي كيف مثلا أنا عندي في التوبيك ده بقوم بمشي للريفرنس، يعني مثلا أنا دي البيبر الوحيدة اللي جيت بتتكلم عن التوبيك اللي أنا دايره ده وأصله تاني ما لقيت ليه، بقوم هو ذاته بفتح الريفرنسز حقته ديل، أقوم أشيل ريفرنس ريفرنس أمشي أفتشه تاني براي في PubMed ولا في جوجل سكولر ولا في whatever database أنا بفتش فيها. دي اسمها manual search، لكن دي ما بنلجأ لها إلا يكون عندي شنو shortage بتاعة references أنا محتاجة أستخدمه. طيب بعد ما خلصنا من ال additional methods of identifying relevant articles نجي للاستيب الأخيرة اللي هي دي ال practice حقنا. بعد ده أنا كيف ألم الخطوات دي كلها مع بعض to implement a search strategies و techniques حقتي، اللي هو تاني لما نتكلم عن search strategies نحن تكلمنا عن إنه نحن فتشنا المش terms وطلعنا كل alternatives حقتنا. في techniques أنا عرفتها يا to Boolean operators أنا هشتغل بيها ولا يا to truncation ولا whatever، وعرفت أنا حفتش وين. ال implementation of a search strategy نحن حنقوم حنبدأ ب PubMed ونشتغل step by step. طيب نحن حنشوف ال difference between الطريقة ال ordinary اللي انتو بتشتغلوا بيها والطريقة لما تكون a systematic conduction of a literature search. طيب هسي نفس الطوبك ذاك اللي هو secondary prevention of a stroke، انتو كنتوا بتعمل شو زمان؟ بنقوم نشوف التايتل والله secondary prevention of a stroke صح؟ طيب بقوم بكتبه secondary prevention of a stroke، شوفوا كمية الريزلتس اللي بتطلع لي 19,400,000 ريزلتس. دي طلع لك من جوجل اللي انتوا بتحبوه بتفتحوه بتفتشوه بالطريقة دي 19 مليون. ف
Can you imagine كم ساعة أنت محتاجة عشان تراجع البيبرز دي وتمشي تشوفها إنه يا تو بيبر ريليتد لكلامك ولا يا تو بيبر ما ريليتد؟ وممكن تمشي مثلا تلقى لك prevention of secondary stroke مثلا أنت التوبيك حقتك بالblood pressure reduction، ممكن تمشي تلقاها prevention لكن بميثود تانية اللي هي دي ما حتكون relevant لك. طيب عشان كده نحن اتفقنا إنه لازم to divide التاتل حقتنا على البيكو دي، صح؟ اللي هي أنا بقوم بخد الفورمات حقتي دي، إنه أنا I divided the title حقي بالطريقة دي، فيه ال four elements، فيه acute stroke، وفيه ال intervention حقتي ال blood pressure reduction، وفيه ال comparison group حقي no treatment، وفيه secondary prevention. خلاص بعد ما حددت ال terminologies حقتي دي هقوم أمشي لل alternatives words حقتي، أطلعها أحدد ال boolean operators حقتي. طيب نفتح البوب ميد من البداية، نفتح الأدفانس سيرج من هنا. خلاص لما تفتح الأدفانس سيرج بيقوم بتفتح لك البيج دي. يلا البيج دي انت you have to get familiar معاها، في يوتيوب تيوتوريال بتوريك أساسا انت كيف بتشتغل بتتعامل مع الصفحة دي إذا محتاج معلومات أكثر من كده. طيب عندنا حاجة اسمها سيرج بولدرز اللي هم ديلا الفيلز اللي انت بتستخدمهم، ودي الهيستوري حقك. طيب انت هنا بتقول في فيلدز معينه، في اوذر، في بوك، في كده. نحن دائما انت خليك على الاول فيلدز، ما تغير الحكايه دي. لاحظ انه لاحظ بجاي انه هنا بتجيني البوليان اوبريتورز حقتي اند اور اند نوت، ده اللي نحن بنتعامل معاه. طيب الطريقه الامنه عشان طبعا المشاكل بتاعت الكونكشن بتاعت النت وكده، انت بتقوم بتمسك واحده واحده. اللي هو مثلا نحن نبدا بجاي أنا عندي acute stroke، عندي cerebrovascular accident، عندي cerebrovascular event، عندي ischemic stroke. الحكاية دي حادخلها كيف في search builder؟ بقوم بجي بجاي في ال old field الأول، حقوم أدخل له أكتب له فتش لي عن ال acute stroke. لازم أتبه على ال spelling لأنه أي spelling mistake حيطلعك برا. طيب for example management capacity ولا زي جبال hip وفراكشر، إذا أنت كتبت له hip and fracture هو حيجيب لك أي article فيها الكلمتين ديل، لكن ما ضروري مع بعض، ما ضروري hip fracture، يعني ممكن يكون hip فوق مثلا hip dislocation وتحت humerus fracture، ما إلا الاثنين مع بعض. لكن لما أنا عايزاهم لا، عايزة hip fracture، فدي اسمها phrase searching، بقوم بخدتها between the parentheses ديلة مثلا زي دي management capacity. أنا عايز يفتش لي عن management capacity، ما عايز يفتش لي عن management براها و capacity براها. طيب عندنا حاجة اسمها limiters اللي هي دي برضو to narrow your search more and more you can limit by a date بتاع publication. مثلا أنا عايزة والله to look for آخر 5 years، أو مثلا by gender أنا عايزة الارتيكل اللي بتتكلم عن الacute stroke among the female مثلا فقط، ما عايزة أشوف الارتيكلز بتاعت المال، أو by language مثلا أنا ما عايزة أجيب لي الارتيكلز المكتوبة باللغة اليونانية ولا whatever، عايزة بس بالإنجليزي، أو مثلا عايزة abstract بس ما عايزة الفول تكست، دي بمزاجي يعني. طيب نجي لحاجة رابعة في search techniques اللي هي اسمها truncation أو word endings، اللي هي مثلا كيف انتوا ما تنسوا انه بتتعاملوا مع computers اللي هي حاجة very concrete، انت كتبت لها hospital management حتجيب لك الحاجات اللي هي hospital management، لكن ما حتجيب لك hospital managers مثلا، هي ما حد تقعد تفكر لك انه انت محتاج دي ولا دي. طيب عشان نحل الحكاية دي قامت البوبميد ولا الابيسكو ولا كده قالوا خلاص في حاجة اسمها word endings اللي هي نحن هنعتبر كلمة manage دي الترنك حقتك، بعد ده whatever endings انت دائرة هي جيبة لك، بنقول بنستخدم فيها علامة الاستريك دي، وفي مرات بنستخدم فيها علامة question mark. المهم whatever انت بس بتكتب كلمة hospital manage وتختلها الاستريك، هو معناته هنا بيفهم انه يجيب لك اي article فيها hospital management، فيها hospital مثلا managerial، فيها hospital managers، فيها أي حاجة لها علاقة بكلمة manage دي وحيجيبها لك. طيب عندنا حاجة أخيرة اسمها wild cards اللي هو مثلا أنا عايزة أفتش حاجة كده among الwomen مثلا، sorry among الwomen، مثلا الwomen ممكن تكون woman واحدة، ممكن تكون women plural حقها،
فانت بدل ما تكتب له woman or women عشان تقول له فتشهم ليه الاثنين، بس بتقوم بتخط مكان الحرف ده اللي هي question mark دي، بعد ده بيفهم انه عليك الله فتش لي woman or women. بنفس الطريقة الكلمات اللي فيها الحروف بتتغير في السبيلينج، زي كلمة behavior مثلا ممكن تكون you ممكن تكون without you، فانت بتقوم مكان الحرف اللي فيه الاشكال ده بتخط الكوستشن مارك، بعد ذاك هو بيفهم الحكاية دي انه فتش لي عليك الله كده ولا كده. طيب نرجع تاني assert techniques mainly عندنا الفايف ديلا اللي هم الoperators البوليان operators and or and not، عندنا الphrase searching الكلمتين اللي انا عايزاهم جنب بعض دايما في اي حتة، الlimiters عندي الtruncation وعندي الwildcard. طيب انا لما اعمل الحكاية دي ده المفروض يكون الـ end results حقتي اسمها search construction اللي هي الـ question حقي. مثلا ده سؤال تاني بتاع research question is aspirin effective in preventing a future heart attack in the elderly. ده concept 1 aspirin، concept 2 الـ prevention، concept 3 الـ heart attack، concept 4 الـ elderly. قمنا هنا مشينا فتحنا الـ midterms وطلعنا الـ alternatives وراعينا فيها الحاجات، فاخدتنا aspirin أو aspirin، واخدتنا طبعا العلامة بتاعت الدولار مارك دي برضو ممكن عشان الword endings، يعني هو بعدك على حسب الديت. أنا كده خلاص انتهيت من الـ four elements حقتي، أنا دخلتها في الـ search صح؟ إنه دي الـ P I C O. طيب حربطهم كيف مع بعض؟ قلنا إنه أنت أساسا لما تجي بيجاي في حاجة اسمها add to builder هم ريحك جاهز، فأنا حاقوم أمسك دي الأولى، حتذكر إنه دي الـ P حقتي اللي هي دي acute stroke or cerebrovascular accident كده، أقول له please add to builder وبيدخل لك. طيب هنا ما حغير لأنه أنا أساسا عايز أربطهم بشنو بأنت، هقوم أمشي بعديها للintervention اللي أنا عايز أدخله اللي هي blood pressure reduction ولا antihypertensive، أقول له please add. طيب لاحظوا معي إنه هنا طوالي تمالك بأنت وبدالك الحكاية الثانية. طيب في الفيل الثالث أنا عايز أدخل شنو ال C صح، الكمباريزن جروب حقتي اللي هي بلاسيبو، هقوم اقول له بليز اد. طيب نرجع للفيلد الرابع اللي هي اخر حاجه سيكندري بريفنشن، اقول له بليز اد. انا كده لاحظوا معي ان احنا قبل عملنا الطريقه دي عشان نحن ما نلخبط الاورال في النص مع الاند، يعني احنا كان ممكن نعملهم كلهم صح في نفس السيرج، لكن يعين اللي تكون مركز شديد، فاحسن بالطريقه دي عشان تضمن انه الحكايه ماشيه سيستماتيك كويس. تقوم تقول له بسم الله سيرج، يلا انتم متخيلين الريزلت طلعت كم؟ 765 فقط. نرجع تاني اذكركم بجوجل اطلع علينا كم؟ 19 مليون خلاص. طيب بعد ال 19 بعد ال 765 ديل ذاتهم، هسه انا متاكده انه 765 ديل فيهم الفور اليمنتس بتاع التاتل اللي انا دايراهم، لكن استيل بجنب هنا انا عندي الليمترز حقني الجبال اللي تكلمنا عنه، إنه هل أنا عايزاهم مثلاً abstract بس ولا free full text، ولا أنا زول عندي قروش ممكن أدفع لو هو أداني له full text لكن paid مثلاً. طيب أو طيب أنا مثلاً هنا عايزاه free full text، شوف حيتقلل لك 700 دي ليه كم زادها 241. طيب هقول له والله لا انا في البابليكيشن ديت انا عايز الحاجات الاب تو ديت، عايزه بس اللاست 5 ييرز، ما تجيب لي حاجات من سنه 70 وكده. اقوم اقول له بليز اللاست 5 ييرز دي. يلا شوف الريزلت نقصت لي كم؟ 92. طيب ممكن انا برضو اقلل بالارتكل تايبس حقتي، في كلينيكال ترايل، في ريفيو، في كاستمايز، في كده. نحن هسه فور سيك اوف تايم ما دايرين، بس انا كان عندي الليمترز الاثنين دايره. طيب ال 92 ديلا ريزلت، لكن هسي انا والله ما فاضي اقراهم كلهم، هقوم اعمل شنو؟ هقوم يا اما اقول له علمهم لي كلهم مثلا، او اعلم بعد ذاك الحاجات، يعني مثلا في حاجات انت بتقراها باي تايتل وتقول انها هي ريليفنت ولا نون ريليفنت، مثلا زي سودو هايبو الدسترينيزم تايب 2 از ات ريليفنت؟ انا بالنسبه لي من التايتل ما ريليفنت، لكن احسن اقرا الابستراكت حقه عشان اقول ريليفنت ولا لا. في حاجات اساسا من التايتل حقه بتكون فرانكلي ريليفنت، مثلا زي دي مانجمنت اوف اكيوت هايبرتنسيف ريسبونس ان بيشنتس وذ كيميك ستروك،
أو intensive versus standard blood pressure control and cardiovascular disease outcomes in adults aged كده a randomized clinical trial. مثلا أنا عايزة دي وعايزة أقول له والله دي برضو خدت علي وعايزة دي، أقوم أعلم عليه أي حاجة أنا دايراها، أقول له ديل أنا بالنسبة لي مثلا frankly relevant، ديل ذاته تقوم تقول له send to، يرسلهم لك وين؟ ممكن ينزلهم لك في فايل، ممكن هنا. فأنت أحسن بيتر دائما ترسلهم في الإيميل حقك. يلا ممكن أرسل لك summary، ممكن أرسل لك abstract، ممكن أرسل لك ال pop med index list حقتهم. دائما أحسن أنت تشيل ال abstract يعني عشان أنت متى ما تكون فاضي تشيل بالمش وال others data حقتها وsort ما فرقت، بتكتب الإيميل حقك بعد ما تكتب الإيميل هو بيوريك في السبجكت إنه هو حيرسل لك كم آيتم اللي هو مثلاً 6 آيتمز كده. ما ممكن هنا تكتب التايتل بتاع البيبر اللي أنت عايز تكتبه، مثلاً أنت هتكتب إنه والله أنت بتفتش عن الستروك. طيب طبعاً you are not a robot. بعد ذاك بس you just click email الحكاية دي لي please. طيب بعد ما خلاص سنت أنت هتقوم تفتح الإيميل حقك، هنتأكد إنه هو وصلك كيف عشان نحنا بس نوريكم الأكسس اللي انت بترجع ليه تاني باكورد لانت للتوتشر وصلت ليها دي. طيب السعي هنده وصلنا الإيميل send by NCPI اللي هو دي بوب من ذاتهم. شفتوا الناس المحترمين كيف وبرستي ليك إنه 6 selected items وكده، دي نفس الارتكل اللي انت شنو رسلتها وداك لها بنفس الطريقة الـ author information وداك ليها بالابستراكت حقتها انت ممكن تقراها كده. فانت من الايميل حقك راك في اي حتة عشان تكسب الزمن تقوم تشوف الحاجات اللي هي مناسبة معاك. بعد ذاك easily you can click على شنو على الارتكل اللي انت دايرة بيقوم برجع لك زي ما ياها. دي to save time لان انت صراحة ما ممكن تمشي تقرا على تمر على ال 92 ارتكل دي كلها مع بعض خلاص. طيب بعد ما you save them في your email كده انتهت الالكترونيك literature search، انت كده فتشتها الكترونيا تماما وعارف الحاصل شنو. لحد هنا انت بتكون كده انتهيت من الالكترونيك search، فتشت الارتيكلز حقتك و you save them ل your email ولا your laptop or whatever. طيب مرات بتلاقيك articles مكفولة او you have to pay، يعني نكون واضحين عندك قروش بتشيلها، ما عندك قروش ما بتشيلها. طيب ف في واحدة اسمها ألكساندرا باكين دي اللي هي مرقبة بروبن هود اوف ساينس، فهي في هارفارد يونيفرسيتي قامت عملت لها حاجة اسمها سكاي هاب. السكاي هاب ده عبارة عن ويب سايت بيفتح لك اي كلوزد او بايد نسميها ارتكلز، لو شايفين علامة المفتاح دي بالضبط، ودي نفس علامة روبن هود الزمان وكده. فهي قرصنة لكن قرصنة تخدم العلم يعني اللي بالذات للناس الزينة ديل الـ you cannot pay على أي article أنت you have to read. ففي article بتكون مهمة شديد أنت ما بتقدر to initiate the research project حقتك لو ما وصلت عليها، فهي بتحل عليك الموضوع ده. فنحن هنشوف الـ Sky Hub ده بنفتحه كيف بنتعامل معه كيف. طيب الـ Sky Hub طبعا هو لأنه قلنا موضوع حكاية قرصنة وما قرصنة، فأنت لازم دائما you keep إنه بتفتحه من جوجل. فبس easily you type sky بعد ذاك الداش دي hub بتقول له search. يلا كل مرة هو عنده URL بتغير، يعني مرات بيكون .cc مرات .com مرات دوت كده، فعشان كده انت ما بيكون عندك واحد فبتكتبه بالطريقة دي. طبعا هو لغته ما انجليزية زي ما ملاحظين لكن ما فارق، والمهم انت بعدين لما تفتحه بيقوم بيفتح لك البيج دي خلاص. شايفين هنا كاتب لك اساسا انتر اليو ار ال حقتك ولا دي اسمه بوب ميد اندكس. الاندكس حنشوف بنطلع من وين او الدي او اي حقته او السيرش سترينج، يعني هي عايزه تساعد الناس باي طريقه، حتى هي شعاره تو ريموف اول باريرز ان ذا واي اوف ساينس خلاص. اكزامبل نحن فاتحين البيبر دي هنا، دي البيبر دي مكفوله يو هاف تو باي عشان انت تصليها لانه بس بيديك الابستراكت حقتها. طيب اليو ار ال عباره عن الويب سايت الفوق ده، بس بتقوم بتشيله كوبي كده خلاص وتمشي لسكاي هاب هنا تقول له والله بليز
look for الحكاية دي بعدك تدوس ال open تمام. طيب جيميل كان كاتب لنا خيارات تانية غير ال URL دي. كان كاتب لنا حاجة اسمها ال PubMed Index أو ال DOI. طيب ال PubMed Index دي اللي هو إنه PubMed عمل له نظام إنه أي article لازم يكون عندها رقم زي بطاقة الطالب كده، لازم يكون فيها رقم index مميز ليه هنده. فأنت بس بتشيله من هنا بالطريقة دي copy تمام، وتقوم تجيبه في سكاي هاب بيجاي وتقول له والله paste بنفس الطريقة open. الخيار الثالث اللي هو DOI. DOI ده لكن حاجة كده أشمل من PubMed Index، لأنه PubMed Index ده أي article في PubMed، لكن DOI دي حاجة international أكتر اللي هو ده. حتى لو لاحظتوا الرقم بيكون أكبر طويل كده لأنه بتكون فيها article، يعني الارتيكلز كلها الانترناشنال. بنفس الطريقة بتشيله copy بيجاي وبتدخله في سكاي هاب، بعد ذلك بتقول له open تمام. يلا هنا بتدخل ال بتاعت انه انت you are not a robot دي. طبعا انت ما محتاج يعني تفهم اللغة الروسية المكتوبة دي واللي هي whatever language، المهم انت بس محتاج تفهم انه انت كيف تنزله download. فهو نزلت هسي عندنا الارتيكل دي ونقول لها open، يعني دي الارتيكل حقتنا اللي احنا عايزينها ال pragmatic randomized trial of كده اللي هي كانت مقفولة وجبين احنا we have to pay عشان نقدر نفتحها. أو زي ما قلنا إنه هي اللغة ما إنجليزي، فالحكاية دي الناس ما تتسوى منها. الفكرة كلها إنه بس أنت بعدين بتجيك اللينك بتاع داونلود بتدوسه، يعني whatever كان الرمز شنو. طيب to sum up لحد هنا إنه نحنا عملنا شنو الليلة، إنه نحنا we have to read the background حقتنا والpreparation، قلنا بس to identify terminology. الحاجة الثانية working with your title، لازم to identify the midterms والبيكو استراتيجي، وبقينا بنعرف كيف نطلع البيكو حقتنا. الحاجة الثالثة you have to search using a search techniques، قلنا أهم واحدة فيهم البوليان operators والفريزينج والليمترز وكده. آخر حاجة to implement it in databases، نحن الداتابيز اللي اشتغلنا عليها الليلة كانت البوبميد which is the most important and more relevant للهيلث. بعد ما انتهينا من السمري كده نحن وصلنا لنهاية البرزنتيشن حقنا الليلة في How to Conduct a Literature Search A Step by Step Guide. أتمنى إنه كان إضافة لكم، وإنه طريقتكم بتاعت السيرش ولا الليترature سيرش specifically اتغيرت. ودائما نتذكر بس جملة إنه في 19 مليون نتيجة في جوجل وفي 92 results بس في PubMed which is more efficient and more relevant.